طيب ناخذ في الاول اللي احنا عملناها اوريدي اللي هي كانت خليناها 2 باي 2 بالاول. اخذنا هذا الاكس اكسس هذا البوزيتيف واي اكسس والزد اكسس راح احطه نقطه من هون. ايش يعني النقطه هاي الدائره؟ انها طالعه من الصفحه. هل هذا بوزيتيف؟ هل هذا رايت هاند؟ مضبوط. من الاكس للواي هذا رايت هاند سيستم. وبعدين سمينا هذا الفريم، هذا الفريم راح اسميه A in curly brackets وهاي XA هاي YA واللي طالع من هون هي ZA، وعندي الفريم الثاني اللي بينه وبين الفريم الأصلي اللي هو XB YB وZA وZB راح يكونوا منطبقين، لأني عملت روتيشن حوالين هذا الأكسس، فالزد ما تغيرش بالحالتين. وتتذكروا حكينا وقتها انه اكس اي بدها تساوي، هلا رح تساوي شيء بدلاله اكس بي، شيء بدلاله واي بي، شيء بدلاله زد بي، وعندي نفس الشيء واي اي رح تساوي شيء بدلاله اكس بي، شيء بدلاله واي بي، شيء بدلاله زد بي، وكمان عندي هون زد اي بتساوي اوكي ماشي واضحه هاي من هون. هلا احنا الزد ما اختلف عندي مش هيك؟ اذا ايش بقدر اقول؟ انه زد اي يساوي زد بي وزيرو 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 ماشي مزبوط عشان نوسع الماتريكس 3 باي 3 صار عندي. وعندي نفس الشيء هلا هون هذول ما لهمش علاقه بزد، فزد عندي هون زيرو. واذا بتتذكروا لما اشتقينا العلاقات هاي طلعت معنا كوساين. هلا راح نسمي الزوايا هذول راح اسميهم الفا وجاما وبيتا، لما كنا نسميهم بشكل عام ثيتا. فراح اسمي الروتيشن حوالين الزد اكسس راح نسميها الفا. هاي الفا وهذه هون عندي الفا، فراح يكون هذه كوساين الفا طلعت معنا تتذكروا ماينس ساين الفا مش هيك؟ هون كانت ساين الفا وهون كوساين مش هيك؟ مضبوط. فصارت الان الترانسفورميشن ماتريكس اللي هي الروتيشن، او اذا بدي اعمل ترانسفورميشن دي بالنسبه لاي بدي احول فيكتور موجود في دي واطلع ايش احداثياته بالنسبه لاي، راح يكون عندي هاي الماتريكس 0 0 1 0 0 وعندي هون كوساين الفا ماينس ساين الفا ساين الفا كوساين الفا. مضبوط. فهاي تمثل هاي ممكن استعملها لاكثر من طريقه، ممكن تمثل اورينتيشن، ممكن تمثل ترانسفورميشن، احول عندي فيكتور موجود في بي وبدي احوله لاي. فاحد الاستعمالات تتذكروا استعملناها قلنا بي بالنسبه لاي يساوي بي بالنسبه لبي مضروب في بي. مضبوط متذكرين هاي؟ يعني لو عندي فيكتور موجود هون وانا عندي احداثياته بالنسبه لبي بقدر اطلع احداثياته بالنسبه ل، او بتمثل اورينتيشن للفريم تبع بي بالنسبه لي. ايش الاورينتيشن تبع الفريم بي بالنسبه لنفسه؟ 3 فيكتورز اوف يونت اوف يونت لينث. الاورينتيشن لبي بالنسبه لنفسه راح يكون 1 0 0 0 1 0 0 0 1. يعني احنا بنقول بالفضاء احنا رسمنا اكسس جديد سميناه بي ان كيرلي براكتس من هون، وهذا الاورينتيشن اعطيناه يونت فيكتور يونت فيكتور يونت فيكتور بالنسبه لنفسه. فهاي الروتيشن كانها اوف بي وذ ريسبكت تو بي. لكن هلا اجيت سالت شو الاورينتيشن اوف بي بالنسبه لاي الريفرنس من هون، ايش طلع معي؟ اعطاني هاي. بهاي الحاله انا هون مش عامل اي تغيير على الزد، مش عامل تغيير على الزد، عامل روتيشن حوالين الزد. فاحنا الكونفنشن راح نستعمله راح نعمل روتيشن around the z axis of alpha degrees or radians. رح نعمل rotation around the y axis of beta. بس الاوردر انا اللي عكست الاوردر، المفروض كان نعمل الاوردر بالعكس، هلا بنظبط الاوردر. around the x axis of gamma. اوكي؟ لكن الاوردر احنا رح نتبعه الكونفنشن تبعنا رح تكون هاي الاولى وهاي الثانية وهاي الثالثة. ليش الاوردر مهم؟ لأنه بيفرق لأنهم not associative.
I have to do لازم اعمل في البيت. اذا بدي اتبع هذا الكونفنشن اتبع الكونفنشن اللي بدك اياه. اذا اتبع هذا الكونفنشن اللي هم الاكس واي زد اكس واي زد فيكست انجلز ثلاث انجلز يعني ممكن اعبر عن اي اورينتيشن شو ما كانت تكون ب 3 روتيشنز. روتيشن بعملها حول الاكس اكسس بالاول بزاويه مقدارها جاما، روتيشن بعملها حوالين الواي اكسس بزاويه مقدارها بيتا، وروتيشن بعملها حوالين الزد اكسس بزاويه مقدارها الفا with reference to the original frames.